مرحبا بكم معايا في غسات جديدة. alors toujours nous allons à سلسلة الحلويات تاع العيد. اليوم جبت لكم ان تري بون غاتو اللي هو سابلي روس. انا راح نديروه بعجينة بزاف خفيفة والداخل نفوريوه بان كريم او بور غو كراميل، كريمة زبدة بذوق الكراميل. هاد لو كاتو هذا يجينا طري اي اون ميم طون بزاف بنين. بسم الله نبداو بالمقادير. هاد المقادير هادو مالي راكم تشوفوا فيهم، انا راني رايحه نخدمهم برطل زبده. اللي يحب يضاعف المقادير يضاعف، واللي يحب يقسمهم على زوج يقسمهم، كل واحد شحال راهو ناوي يدير لي غاتو ديالو. بسم الله نبداو. عندي هنايا 500 غرام تاع زبده تكون طريه، عندي هنايا 5 كيسان تاع فارينه مغربله، هنايا كاس ونص تاع سكر غلاس، كاس ونص تاع لا مايزينا، عندي هنايا زوج حبات ولاد الدجاج كاملين وزوج صفار، عندي رشه تاع لافاني، زوج مغارف صغار هادوك تاع القهوة تاع لاليفور، وهنايا 6 مغارف تاع كاكاو. خيروا الكاكاو اللي ريح بنين باش لو غاتو تاعكم يجي ريح بالشوكولا. وهنايا عندي حفنة تاع الكاكاو حمصتو ورحيتو، الكاكاو يتمشى بيان مع الشوكولا. بسم الله نبداو طريقة التحضير تاع لي سابلي روس ديالنا. هنايا في جفنة باش نخدمو اليز، درت هاديك 500 غرام تاع الزبدة طرية، نزيد عليها رشة صغيرة تاع الملح، نزيدو عليها هذاك الكاس ونص تاع سكر غلاس نغربلوه بيان سور، نحبطوه كامل ونصفوه بيان. حتى يتحلو كامل هذوك الحجرات معانا هاد الكاطو بزاف هايل، ننصحكم تجربوه بزاف بنين ويجينا خفيف. نواصلو نكملو نحطو المكونات الاخرى. نحطو هادوك الولاد الدجاج اللي قلت لكم استعملت زوج حبات كاملين وزوج صفار، نزيدو عليهم رشه تاع لافاني، وهذاك الكاوكاو محمص قلت لكم محمص ومرحي. بسم الله نبداو نخدمو كامل هاد المكونات كيف كيف باش يندمجوا مليح. ندخلوا كامل هذيك الزبده والسكر غلاس مع الولاد الدجاج وباقي المكونات هنا حتى يتخلطوا لنا كامل. هاد الصابلي هدايا حيجينا بزاف خفيف خفيف تانيك اي اون ميم طون بريزونطابل، يوالي بزاف في الطابله تاع العيد. فوالا حتى نتحصلوا على اون بوماط ونسجمت كامل هذيك المكونات. فوالا زيدوا حلوها بيان بلاكون تاع اليد ديالكم هكذا. فوالا حتى تحصلنا على كريمه، ما تحصلنا على اون كريم. نجو نضيفوا عليهم الكاكاو، توجور نصفوا المواد الناشفه ديالنا هكذا، ونزيدوا عليهم هذاك الكاس ونص تاع لا مايزينا، توجور نغربلو باش الحلوه ديالنا تجينا خفيفه. فوالا نهول المقادير تاعنا الناشفه، نخلطو الكاكاو مع لا مايزينا. فوالا بهذا الشكل هدايا. فوالا حتى ينسجمو كامل هاد لي زانغغيديون. الحالة هادية نبداو نضيفو لافارين غير بالعقل. قلت لكم انايا هنايا استعملت 5 كيسان غربلتهم، فوالا ما ترموهاش على جيه على ضربة غير بالعقل باش لاباط تاعنا ما تجيناش ناشفة. ونضيف عليها هادوك زوج مغارف صغار تاع لا ليفور، ونبداو نشوفو في لاباط ديالنا في القوام ديالها. نبداو نطمو فيها، الى خصنا لافارين بيان سور نزيدو. فوالا ما نعجنوهاش، نطموها غير بالرؤوس تاع الاصابع. فوالا هاديك النتيجه النهائيه بعد ما طميت لاباط ديالي. استهلكت فيها 5 كيسان تاع الفارينه، شوفوا كيفاش جات طريه وخفيفه ما شاء الله. نقسمو هاد لاباط ديالنا بالكوب بات اون 4 مورسو. فوالا نخلو
لو مورسو اللي نخدموا به والباقيه تاع العجينه نضيفوها بابي فيل باش كي نخدموا بالاولى لي زوتر مورسو ما يبسوش معانا ما يبقاوش الريح ولا باسانات يبس توجور تحافظنا على هذيك الطراوه ديالها هنا نغلفوهم نكمل نغلفهم ونحطوهم كامل دو كوتي شوفوا لاباط ديالنا كي قسمتها من الداخل كيفاش جات هذا دليل على ان لاباط ديالنا راهي ناجحه نشكلوها لا فورم تاع اون بول كره فوالا ونبداو نخدمو خدمتنا نبداو نحلو لي كاطو ديالنا جبت هنايا ان بابي كويسون باش نخدمو عليه وتجينا الخدمه تاعنا بروبر وسهله نبداو نبسطو لاباط ديالنا بيدنا ونحلوها بواسطه تحليول ما نحلوهاش بزاف رقيقه وما نحلوهاش بزاف خشينه تانيك السمك تاعها من 4 حتى 5 مليمتر ديجا رانا درنا فيها قريصه هذيك ولا زوج مغارف صغار تاع خميره الحلوه رانا نحلوها كامل جو نوصلو نحلو لاباط ديالنا هنايا استعملت عليها ان اوتر بابي كويسون ونحلوها بشكل عادي استعملت هاد لي بابي كويسون باش لاباط ديالنا تجينا من الفوق بيان ليس وما يجوناش فيها دي فون حتى تفتح معانا كامل بعد ما حلينا كامل لاباط ديالنا جبت انا هنايا هاد لامبورت بياس لا فورم ديالو مدوره وكل واحد يستعمل الشكل اللي يحب تحبوا تستعملوهم كاري تحبوا تستعملوهم اوفال كل وحده تخدم الشكل اللي يساعدها فوالا نبداو نشكلو في الحبيبات تاع لي روس ديالنا بهذا الشكل فوالا حتى نكملوهم كامل نبداو نرفدوهم انا راني نعاون روحي بكوبات واللي ما عندهاش تقدر تستعمل موس ونحطوهم سور ان بلاطو لي سبقنا له ان بابي كويسون فوالا حتى نكملوهم كامل انا راني مسخنه الفوق ديالي ديجا من قبل على 160 درجه ماهوش راح ياخذوا معنا وقت كبير في الطياب ولازم نعصوهم باش ما يكحالوش باسكو الا كحالو راهم رايحين يمرارو معنا باسكو هاد لاباط فيها الكاكاو سي اون بات او شوكولا هاوليك الشكل اللي تحصلنا عليه دوكا تي كنجوزو للمقادير تاع كريمه الزبده بالكراميل كريم او بيغ غو كراميل اللي رانا رايحين نلصقو بها هذوك لي غاتو روس ديالنا عندي هنايا 200 غرام تاع الزبده وهنايا عندي كاس ونص تاع سكر كلاص مغربل بيان سور هنايا عندي ليكستري تاع كراميل لا باتا روم تاع كراميل فوالا باتر الكراميل عندي هنايا رشه تاع لافاني وهنايا عندي كميه تاع حلوة الترك بالنسبه لحلوة الترك اللي حبي يستعمل لو غو سامبل يستعمل سينو كيما استعملت انايا لو غو تاع البيستاش بسم الله نبداو نخدمو كريمه الزبده غو كراميل ديالنا انا هنايا نستعمل بيتران بور فاسيليتي لا تاش وباش نربح الوقت اللي ما عندهاش بيتران تقدر تستعمل ان باتور فوالا بشكل عادي نديرو كامل هذيك الزبده نزيدو عليها كاس ونص تاع سكر كلاص نزيدو عليها هذيك الكميه تاع حلوة الترك لافاني باش تجينا من السما ومنكا ونزيدو لاباط اغون تاع الكراميل بيسك راح نخدمو كريم او بيغ غو كراميل نخدمو توجور بلا بروميير فيتاس باش ما يطيش علينا كامل الغبار تاع السكر كلاص بسم الله ونطلعو لا كريم ديالنا بعد ما ندمجت شويه هاد المكونات نزيدو لا دوزيام فيتاس ديالنا بعد ما طلعت كيفاش راهي
نحطو توجور اللي تلصقنا في الفوي ونفقدوها اون سباتول. فوالا طلعت هايله ما شاء الله. شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه بزاف خفيفه و اون ميم طون بزاف هايله. ميم ريحه تاعي دايره حاله لو كو كاراميل هاي ليك. نعمرو لا كريم او بير ديالنا كو كاراميل بعد ما وجدت في اون بوش ادوي. حطيت اون بوش ادوي جيتابل في طاس ونبداو نديرو لا كريم ديالنا باش تسهل علينا هاد العمليه تاع الخدمه. فوالا هاد لا كريم جات بزاف خفيفه وميم ريحتها راهي تعبق راهي دايره حاله. ريحه الكراميل راهي طاطه. سي ان فريمون سي ان بون غاتو. فوالا ديروها كامل باش نخدمو عند خافاي بروب والعمليه تاعنا تجينا سهله. فوالا نحطو كامل لي كوتي هاميك لي صابلي ديالنا بعد ما طابو كيفاش خرجوا خرجوا بزاف خفاف. ميم لا كولور تاعهم شابه ما شاء الله والشكل ديالهم ما تبدلش ما تكمشوش قعدو هما هما. فوالا نزيد نوري لكم حبيبه. يلا كيما راكم تشوفوا معايا تقبت هنايا لا بوشادوي ديالي تقبه صغيره ونبداو نديرو لي صابلي ديالنا لا كريم او بير بهذا الشكل. نبداو من الوسط وندورو بهذا الشكل هدايا. لا بوشادوي راح تسهل علينا بزاف نتحصلوا على هذا الشكل هذا كما راكم تشوفوا ونلصقوا حبه من الفوق بهذا الشكل غير بالعقل باش ما تتكسرش معانا وتلحق لنا لا كريم كامل للاطراف. فوالا وتحصلوا على هذا الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. نزيد معاكم حبه توجور نبداو من الوسط وندورو يدنا هكذا ونغلقوها كيما نغلقو اي نوع من الصابلي غير بالعقل باش ما تتكسرش. نضغطو عليها غير شويه وهكذا تلحق لنا كامل لا كريم او بير للجوانب وتحصلوا على هذا الشكل هدايا. نجوزو في هاد ليتاب هادية نكلاصيو لي غاطو روس ديالنا. هاوليك الغاطو ديالي كيفاش خرج بعد ما لصقتو كامل بلا كريم او بيغ كو كاراميل لي خدمناها كيف كيف. فوالا كيما راكم تشوفو هنايا دوبت شوكولا شوكولا اولي استعملت كل واحد يستعمل لا مارك لي تساعدو ولي موالف بها. شوكولا راني حطيتها هنايا على كاسرونة فيها ما سخون دوبتها سور ان بان ماري كيما راكم تشوفو. توجور نخلوها على ما سخون باش ما تجمد معانا. نضيف لها زوج مغارف تاع الزيت باش تجينا بيان بريونت ويجينا لو كلاصاج ديالنا شباب. حركوه باش يتخلط بيان مع الشوكولا. نوريكم انايا لاستوس كيفاش مفان كلاصي لي غاتو ديالي اللي فيهم لي كلاصاج بيان سور. عندي هنايا هاد لي بروشيت هاد المتارق تاع الشواء تاع الحطب جبت زوج نحطهم بهذا الشكل فوالا كيما راكم تشوفوا ونجيبوا هذيك الحبيبه تاع الكاطو ونحطوها في الوسط هكذا. نزيدوا حبه ونبداو نكلاصيوهم بطريقه عاديه نديروا عليهم هذيك الشوكولا تاع الكلاصاج هكذا حتى نكملوها كامل وتتكلاصا. هذه الطريقه بزاف سهله و ميم طون تخلينا نريكوبيريو هذيك الشوكولا طيح معانا لداخل ما طيحناش من برا. فوالا ومنها لي كلاصاج تاعنا يجينا شباب ومتقون. راكو تشوفوا الشوكولا كيفاش غيتعاود تطيح لي في هاد لو ريسيبيون هدايا باش نعاودو نريكيبيريوها. فوالا بهاد الشكل عمليه بزاف سهله و ميم طون سي براتيك. فوالا ولي ما عجبتهاش هاد لا ميثود بيان سور نستعملو لا ميثود لي مولفين نعتمدوها تاع الفرشيطه. شوفوا الحبه تاعنا كيفاش تكلاصات بيان
نخلوها تقطر شويه ونرفدوها عادي بلا فورشات ولا بان كويير ونحطوها في لاغري تقطر. بعد ما قطرت الحبه تاع الكاطو ديالي نرفدها بان فورشات ونحطها في لاغري تكمل تنشف وتقطر بيان بهذا الشكل هنايا. زيدوا لا دوزيام كما راكم تشوفوا سي براتيك ومام سي بروبر ما نغنقوش كامل الحاله. نزيد معاكم حبه توجور نخلو هذوك المتارق تاع شوا ونحطو الحبه تاع الكاطو ديالنا ونديرو عليها شوكولا. هذه عمليه بزاف سهله. نقيسو كامل لي كوتي باش الحبه تتغلف ديالنا بالشوكولا كامل بيان سور. نخلوها تقطر شويه باش نعاودو نريكوبيريو هذيك الشوكولا. الحبه ديالنا راهي واجده ومغلاسيه نحطوها في لاغري تقطر في غردها. فوالا نبداو هنايا نديرو اون ديكوراسيون لهاد الحبيبه تاع لي غاتو ديالنا. عندي هنايا جوز نرشقوه من الفوق بهاد الشكل هنايا قبل ما ينشف معنا لي كلاصاج والحبيبه تاع الجوز تلصق معنا. هاد الحبيبات تفضلت نديرهم بالجوز وهادو ما اللي حابه نديرهم بحبيبات تاع اللوز ولا شوي يولي ليكم بيان سور تاع لا ديكوراسيون كل واحد يديكوري بلو شوا ديالو. فوالا نكمل كامل هاد الحبيبات ديالي بلو كلاصاج ونكملهم كامل بلا ديكوراسيون وتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هادو هما لي سابلي روس ديالنا بعد ما وجدوا في الشكل النهائي ديالهم فريمون خرجوا ما شاء الله بزاف متحوفين لي بريزونطابل ميم الريحه تاعهم راهي دايره حاله سورتو ريحه هذيك لا كريم او بيغ غو كاراميل. توجور كيما عودتكم نقسم معاكم حبه نشوفوها كيفاش جات من الداخل. بسم الله شوفوا فريمون يتقسم وحده فوالا شوفوا من الداخل كيفاش جا هذيك لا بات مبسه وشوفوا هذيك الطبقه تاع لا كريم او بيغ غو كاراميل فريمون ريحتهم تشهي. فوالا غاطو بزاف بنين بريزونطابل واقتصادي يوالم بزاف طاولات العيد ديالنا. فوالا زدت له اون ديكوراسيون خفيفه درت لهم حبيبات لوز كما قلت لكم كان اللي درت له شويه بيستاش مرحي وكان اللي درت له لا في دور. نقسم معكم بيدي باش تشوفوه من الداخل. فوالا يتفتت وحده بزاف طري. هذه هي الوصفه ديالنا النهار اليوم نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. جربوا هاد الكاطو هدايا هاد لي صابلي روس اكيد راهم رايحين يعجبوكم. الوغ نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده مع وصفه جديده توجور مع سلسله حلويات العيد. مع السلامه.